كوكبنا عالم جميل مليء بالمياه ويزخر بالحياة، لكن هل تعلم أن الأرض ليست العالم الوحيد في نظامنا الشمسي الذي يحتوي على محيط؟ إليك ما تحتاج إلى معرفة هذه العوالم المحيطة. الحياة متوفرة على الأرض، ولكننا لم نعثر عليها بعد في أي مكان آخر في الكون. فكيف نبحث عن الحياة خارج كوكبنا؟ يقول العلماء إننا يجب أن نبحث عن ثلاث مكونات أساسية تجعل الحياة ممكنة: الماء السائل، والكيمياء والطاقة، كما أن الحياة تحتاج إلى وقت لتتطور. وعلينا أن نبحث عن الحياة في العوالم التي مر عليها وقت كاف لبدء الحياة. قد يحتوي قمر المشتري الجليد أوروبا على هذه المكونات الأساسية، وهو قديم قدم الأرض.